زين، احنا هلا حندخل على محل اسمه دولاراما. دولاراما ببيع شغلات معظمها بدولار، دولارين، دولار ربع، يعني بين دولار واربع دولار، هذه الاسعار الموجودة فيها. كلها شغلات سهلة الاستخدام، سريعة، منزلية. معظم الناس بتحب تروح على الدولاراما تتبضع، لأنه في شغلات كتير بتلاقيها في الدولاراما أرخص بنفس البراند ونفس الهاي، أرخص كتير، أرخص كتير من المحلات الكبيرة السوبر ماركتات. فخليكم معنا، خلينا ندخل. هون في الدولاراما راح تلاقوا شغلات كتير ورخيصة، يعني معظم الشغلات دولار، دولارين، تلات، أربعة ماكسيموم، يعني هاي دولار ونص، دولار، دولار وربع. فالأسعار تقريبا كلها بالدولار. طبعا يعني في شغلات بتفكروا فيها وما بتفكروا فيها بتلاقوها هون. بدي أورجيكم بشكل سريع شو هي الدولاراما. موجود كتير في بلادنا هاي دا الفكرة، بسموها أبو ريال، أبو دينار، لكن هون يعني طبعا كلها شغلات تكون رخيصة وسهل الإنسان يشتريها. يعني ف تقريبا من كل إشي بتلاقي، يعني هون إحنا هلأ في المنظفات. خليني أمشي لكم شوية بسرعة. أنا عارف إنه مثلا هاي الشغلة أنا محتاجها، هجربها. بتحطها تحت الراك. انا مش عارف ممكن تشتغل، هنجربها اذا زبطت ولا لا. في شغلات كتير، مثلا هاي الشغلات، في شغلات كتير ارخص، يعني هاي بتلاقيها في المحلات السوبر ماركت بدولار ونص، هون بدولار ونفسها، يعني ما يعني نفس البراند ونفس عندهم شغلات كتير ممكن تستخدمها، بلاستيك، هاي الرانكس تبعت البيت، مثلا هاي الشغلات. احنا مثلا هذا الشغلات هاي بتلاقيها تبعت المفارش، باستخدام مرة واحدة، شموع، كاسات، هدول للأطفال خاصة اللي بروحوا على المدارس، صحون، معالق، يعني هدول خاصة اللي بحبوا التبروية للزهور. حتى الكولا، يعني هاي 82 سنت، هاي فيها لتر، عادة في الأماكن تانية تكون أغلى. هون سيزنال هاي الشغلات، احنا هلا قريبين على موسم الهالوين، فكل الشغلات راح تلاقوها بهذا الصف. موسم ايام كندا، يوم كندا، بتلاقيها كلها مثلا اعلام كندية. قرب قرب الكريسماس بتلاقيها شغلات للكريسماس، قرب مثلا الفالنتاين بتلاقيها شغلات قلوب حب ومقلوب حب. بتلاقي هاي مثلا لسه في شغلات كندا حاطينها تبعهم كندا داي، طواقي رخيصة جدا، يعني هاي إذا بأي مطار بتلاقيها، بتلاقيها ب 20، 25 دولار، ويمكن تكون كمان هدية حلوة للي بده يسافر مثلا ياخذ هدايا. مثلا هاي طواقي، شغلات الحدائق هاي بيشيلوها بفصل الشتاء لأنه بتبطل مفعول، ما حد بيقدر بالشتاء يسوي اي شيء في التحديق ولا بالباربيكيو طبعا. بس شغلات حلوة كتير، شوكولاتات، شوكولاتات كتير ارخص من برا. حتى في شغلات زي ما انتم شايفين هون للبنات والصبايا، الشعر والعطور، طبعا النوت براندز فيها. هاي الشغلات الميك اب ومكياج ومش عارف ايه، شو فيس ماسك، يعني شغلات ممكن الواحد يستخدمها بكل يوم. حتى معجون الاسنان مثلا، هذا مثلا 150 دولار ونص سعره، برا تلاقيه اغلى شوية.
شفرات الحلاقة المعجون الشامبو، هذول شغلات للحيوانات اللي عنده بيتس، هذا للشامبوهات والشغلات اللي زي هيك. في شغلات كتير للكرافتس، مثلا هاي الشغلات اللي ممكن، هذه ألوان مثلا للرسم، هاي شغلات للأطفال إنه يرسموا، حتى الكبار ممكن يستخدموها، بسموها الكرافت. هاي شغلات الحجة اللي بتحبها، اللي هي تسوي بلايز صوف ومصوف. في عندهم قسم هذا شوية شغلات أكل ومعلبات، برضو بتلاقيها أرخص كتير. وهون زي لمبات وملمبات وشغلات، شو اسمه، شغلات هون أكل زي ما حكينا. أوكي، وهاي شغلات للسيارة، هون للدهان ومدهان، هون ألعاب، هون هون برضو في أكل. خلينا نورجيكم بشكل سريع شو في، زي شوكولاتات، نسكافيه، يعني كيك مثلا، هاي بدولارين تسوي كيكة في الدار. مش حدا بدخل هون بشتري غير أكتر من شغلة، معظم الناس حتى هذا غير جن، يعني شغلات. شوف هاي شغلات مثلا الشواحن، وما الشواحن، كروت، هاي شغلات المكتبيات مثلا، ألوان، أعطيك السعر. هاي الشغلات هاي ألعاب للأطفال مثلا، ومقابلها المكتبيات، شغلات بيستخدموها الأولاد خاصة هلا موسم المدارس، دفاتر وشغلات زي هيك. وزي ما شايفين هون مقابلها ألعاب، يعني اللي بحب هيك للأطفال شغلة سريعة يجيبها. في شوية كتب هون، هاي برضو ألعاب. هون شغلات الحفلات، اللي بده يسوي حفلة مثلا، يعني معالق وشوك، هذول استخدام مرة واحدة. محارم مثلا، وهذه هي الدولاراما. شكرا لسماعكم، وأرجو أنكم تعملوا سبسكرايب وشير، وإذا عجبكم هذا الفيديو تعملوا لايك، وتنشروا القناة إذا حابين تعرفوا شغلات أكثر، اعملوا كومنت، أنا ممكن أتابع معكم إن شاء الله. وشكرا كتير، يعطيكم. إذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واعملوا شير مع أصحابكم.